كل قرينا جينا وجينا واحتجينا من كل قرينا جينا وجينا واحتجينا والكرامة اللي بغينا واللي هي اساسا اسقاط نظام اساسي اسقاط نظام ديال التعاقد حل المشكل ديال كل الفئات اللي تراكم لهذه اكثر من 40 سنه. لذلك نحيي كل اساتذه والاستاذات من ضمن ما تعرضت له المعركه من محاولات ديال التخريب والكل ديال النساء ورجال التعليم وعموم الشعب المغربي تبع المسار التفاوضي. هذا المسار التفاوضي اللي كان عنده هدف واحد من البدايه، كان عنده هدف ديال التخريب ديال المعركه والاجهاز على هذه الخرجه وهذه الهبه القويه جدا ديال النساء ورجال التعليم.